استكمال المحاضرات الباوربوينت والتسجيل. هناخد اليوم إن شاء الله الأمراض المعدية، بعض نماذج منها، وحنشوف رابط القناة بعد الانتهاء من المحاضرة. يعني من أهم الأمراض المعدية التهاب الأمراض مرض الكبد الوبائي، طبعا الانفكتيف هيباتيتس. الكبد الوبائي له كذا نوع، يعني من أنواع الالتهابات أشهرها A B C. النوع الأول التهاب الكبد، يعني A يعني بتصيب اللي هي معظم النسيج الكبدي، ويقسم لثلاثة أنواع رئيسية. النوع الأول اللي هو يعني التهاب الكبد الوبائي A، وهذا يعني سببه فيروسي، فترة الحضانة تبعته من 15 يوم لأربعين يوم. ينتقل هذا المرض يعني من براز مريض مصاب، ويدخل في الطعام الملوث، يعني ويتناول شخص آخر هذا الطعام الملوث. هذا المرض أكثر شيء شائع في سن الطفولة، يعني سن المدرسة الروضة دون 15 سنة. المرض هذا بسيط، ويعني بروح لحاله، ما بدوش أدوية علاجية بس حمية غذائية. نسبة الوفاة قليلة جدا، كذلك المضاعفات قليلة جدا. العلاج تبعه، احنا هذا الكبد بيكون يعني تعبان، من نريح الكبد، بتعرفوا الكبد اللي هو بيمثل التمثيل الغذائي لكل أنسجة، يعني كل الغذاء الدهون والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة. فأنا بنعمل للطفل حمية غذائية، يعني بنحميه عن الأكل الدسم، الدهون، البروتينيات مثل اللحمة والدجاج والزبدة والحاجات زي هذه. ابن دائما بنعطي المريض اللي هي سكريات، يعني حالات سهلة الهضم ما بتتعبش، زي العسل، زي الشوكولاتة، الدبس، الفواكه، هذا ليش ما يعني ما بتأثرش، ما بتتعبش الكبد في عملية هضمها وتمثيلها الغذائي. كمان إعطاء كمية من السوائل برضو عشان تعوض. طبعا كمان من ضمن العلاج اللي هو عزل المريض، يعني هذا الطفل بتلاقيه إذا بروح على المدرسة نقول له اقعد في البيت إجازة، إذا بروح على الروضة نخليش يروح الروضة لما تروح الأعراض وتروح فترة الحضانة وكمان فترة الأعراض وفترة المعدية يعني. وكمان الطفل لازم نقول له ارتاح في البيت، يعني مهم جدا يرتاح، مهم جدا لعملية الشفاء. كمان في البيت برضه يعني نعزله، يعني بشكير وأدوات الأكل، الطعام، الشراب، اللي يعني الكلينكس اللي بيستخدمه، الحاجيات كلها تنحط في كيس خاص وتنعزل وتختم، ما يصيرش يعني احتكاك مباشر بينه وبين أفراد الأسرة. ونلاحظ إنه يعني أعطيني العسل، حلاوة، يعني حاجات سكريات وحاجات سهلة الهضم. النوع الثاني من الكبد اللي هو التهاب الكبد الوبائي، واللي هو أخطر أنواع الكبد الوبائي. سبب فيروس، طبعا فترة الحضانة تبعته من 50 إلى 80 يوم ممكن أكثر. هذا المرض ينتقل عن طريق الدم. المرض الكبد الوبائي ينتقل عن طريق الجهاز الهضمي، يعني أوروفيكال روت بسموه. الدم ومشتقاته يعني زي البلازما والدم والحقن والحاجات زي هذه ممكن ينتقل من الأم إلى الجنين. يعني ممكن المريض أخذ مثلا من خلال عملية جراحية، علاج عن طبيب الأسنان، من دم ملوث، اتصال جنسي، من مريض مصاب، إبرة مثلا الممرض ممكن ينصاب فيها، ممكن العامل النظافة اللي في المستشفى ينصاب فيها. نسبة الوفيات والمضاعفات عالية جدا. المضاعفات بتحول المرض إلى التهاب مزمن، تليف كبدي يصير، ممكن تصير يصير مرض سرطان. النوع الثالث اللي بسموه التهاب الكبد الوبائي سي، طبعا فيروس وحضانته أسبوعين تقريبا لست شهور، برضو ينتقل عن طريق الدم من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. هذا يعني ينتشر كثير بين الأشخاص اللي بتعاطوا أدوية غير شرعية، زي أنت بتناول مخدرات بيحقنوا حالهم. أشخاص برضو من دم ملوث، زراعة أعضاء ملوثة، عمال نظافة في المستشفيات، هذا ممكن يكون عرضه. ما فيش علاج نهائي وشفاء تام من هذا المرض إلا تخفيف من يعني الأعراض اللي بتصير عند المرضى.
أعراض المرض التهاب الكبد الوبائي اللي هو اليرقان اللي هو الأصفرار، بتلاقي المريض صار شكله عصفار، عينيه بيض، عينيه أصفر، جلده أصفر، البول تبعه أصفر غامق وداكن، بنسميها الجوندس الأصفر. الإجهاد، الفتيك، يعني المريض بيتعب، بحسها تعبان، هفتان، حيله مبتوت، بيتعب من أي مجهود، عنده آلام في المعدة والجهاز الهضمي، يعني بحس المريض مش مرتاح، عنده الشعور بالغثيان، ممكن يتقيأ، فقدان الشهية، أنوركسيا، يعني العقل عيان. كمان من ضمن يعني الأعراض فقدان الوزن، يعني ممكن المريض يعني وزنه ينزل. برضه يعني هنا نقص في الوزن ممكن يكون موجود عند المرض. المرض الثاني، طبعا احنا الكبد الوباء هذا موجود عندنا، كان سي ولا بي ولا ايه، اقلهم خطورة ايه وممكن يطيب لحاله، واكثرهم خطورة التهاب الكبد الوبائي بي. يعني المريض الكبد لو خفت الحالة عنده بضل كارير حامل، يعني لو صار مناعته الظهر ممكن يرجع مرض. وهذا المرض كمان بيطعم له في جدول التطعيمات للأطفال حديثي الولادة. يعني المريض اللي عنده حديث ولادة، أول مولود نطلب في جدول التطعيمات، بتروح الست تطعم في العيادة أو المستوصف، كان في الوكالة أو في الحكومة. كذلك المرض التالي اللي هو مرض السل أو التدرن، وإحنا كتير بنسميه السل الرئوي لأنه أكتر جهاز يعني بتصاب فيه الجهاز التنفسي، بالإنجليزي اللي هو تيوبركلوسيس اختصاره الأبريفيشن تبع التي بي. هذا المرض برضه مسببه بكتيريا، هو خمس جرثومة يسبب موتا في النسيج العضو اللي بيصاب فيه. تختلف أشكال وتتبدل كثيرا، أكثر شيء تعادى الرئتين تصاب أكثر من غيرها من الأعضاء والأحشاء. البكتيريا المسببة اللي قلنا مايكوبكتيريا تيوبركلوزيس. هذا المرض برضه من ضمن الأمراض اللي بتطعم لها الأطفال ضمن جدول التطعيمات بعد الولادة. أعراض المرض سعال، كحة، 4 أسابيع ممكن تستمر، ارتفاع في درجة الحرارة، صعوبة في التنفس، فقدان في الشهية والوزن، التعرق، بتلاقي العيان بيعرق بدون مجهود، آلام في الصدر، وكمان صداع يعني وعدم ارتياح. كيف بيعدي؟ عن طريق الجهاز التنفسي من خلال السعال والبصاق، من مصاب إلى شخص مصاب إلى شخص سليم. ممكن برضو على الجهاز الهضمي لو أخذ أدوية أكل أو حليب ملوث بكتيريا الضرر. ممكن عن طريق ملامسة فراسات الجلد، ممكن لو أخذ حليب مثلا من البقرة ولو مصابة ممكن ينصاب فيه. ممكن عن طريق الفرازات ملامسة الجلد، عبر المشيمة، نادر من الألأ الأم المصابة بالجنين، يعني الست الحامل ما بنتقلش إلها، نادر جدا. العوامل التي تحدد مدى خطورة الإصابة، يعني مش كل إنسان متعرض للميكروب تظهر عليه نفس الأعراض. أول حاجة عدد الجراثيم وقوته، قديش المريض تعرض لكم من الجراثيم وقوته، قديش قوتها تعمل المرض، هذا عامل. العامل الثاني صحة الشخص ومقاومته ومناعته، الأطفال والكبار السن أقل مناعة. كذلك المصابين بداء السكر، الناس اللي عندهم سوء تغذية، الناس اللي مناعتهم منخفضة، هذول أكثر ناس يعني عرضة للمرض. طبيعة العمل، الأشخاص الذين يعملون في أماكن مزدحمة وضعيفة التهوية يتعرضون للإصابة بنسبة أكبر. يعني الناس بيشتغلوا في أماكن مزدحمة، مثلا ممكن يكون في مولات، في مراكز تجارية، في وسط البلد مفيش تهوية كثيرة، ممكن يتعرضوا للأمور هذه. برضو من الأمراض السل الرئوي، برضو في حالات عندنا في قطاع غزة بس قليلة. الكوليرا، مرض الكوليرا كلكم بتعرفوا، مرض معدي وأصيبت فيه عالميا بعض الدول، ولا زال موجود في زي الهند وباكستان. المرض بسببه مرض البكتيريا الفيبريو كوليرا، شديد وحاد وتسبب بكتيريا مثل البكتيريا العصبية. بيش بيعمل هذا المرض؟ بيعمل تقرحات في سطحية في المخاطية للأمعاء، يكثر في المناطق الدافئة والفقيرة،
تتراوح فترة حضانته من 1 إلى 5 أيام. هذا طبعا انطلاق طريقة الانطلاق مش عن طريق الدم، ولكن انطلاق عن طريق اللي هو انتقال العدوى، الطعام والشراب والماء الملوث، يعني ممكن ببراز شخص أو مخرجاته. أعراض إسهال مائي، نقول إحنا إسهال زي المي، يعني إسهال شديد لونه زي مية الرز، يعني هيك بيضافات، وفي تقيؤ كتير، وفي بصير جفاف عند المريض لما إسهاله نتيجة. العلاج طبعا تعويض السوائل المفقودة من الجسم خلال الإسهال والقيء، كذلك إعطاء مضادات حيوية زي التتراسايكلين، والمريض يعني بتعافى. احنا الحمد لله ما فيش عندنا الامراض هذه، اجت مره قبل حوالي 40 سنه، لكن الحمد لله ما فيش في البلد عندنا. شلل الدفتيريا اللي بسموه الدفتيريا، او بالعربي بسموه مرض الخناق، هذا برضه من ضمن الامراض اللي بتطعم لها الطفل لما يولد. من الأمراض البكتيرية المعدية والخطيرة، تصيب الجهاز التنفسي العلوي، تصيب الأبر ريسبيراتوري تراكت، منطقة الحلق تقريبا، ينتقل من شخص إلى آخر بالاتصال المباشر مع الإنسان عن طريق إفرازات العين والأنف والجلد، يعني الإفرازات العامة واللي بتصير من الأمراض. الأعراض: احتقان في الحلق، وصعوبة في البلع في التنفس، ضعف في العضلات، فقدان في الشهية للأكل، تضخم الغدد الليمفاوية اللي حوالين الرقبة، صعوبة في البلع، بيسموه حتى بالعرب مرض الخناق زي ما قلنا. العلاج: لازم المريض ينحط في المستشفى دخول، ونعزل المريض في غرفة للحد من انتشار المرض طبعا بالمخالط. يجب إعطاء المريض مضاد حيوي إذا المريض ما تشخصش، ولا الأهل أجوا على المستشفى، ممكن المرض هذا يعني يعمل الوفاة عند الطفل. برضه شلل الأطفال بوليوميلايتس، هذا من ضمن الأمراض اللي بتعاملها برضه الأطفال ضد عشان ما تصيرش من ضمن جدول التطعيم. برضه هذا فيروس بيصيب الحبل الشوكي، النخاع الشوكي، وكمان بيعمل ضعف وشلل للشخص المصاب، ممكن يعمل شلل في رجل أو ممكن يعمل شلل في الرجلتين. طبعا انتقاله عن طريق الفم، يعني أيدي ملوثة، براز شخص ملوث مصاب للفم، ما تنظفش ما غسلش. بصيب الأطفال تقريبا تحت السنة، بعيش في مناطق غير نظيفة وفقيرة، الهيوجين عندهم والسانيتيشن ضعيفة، فترة الحضانة من 6 إلى 20 يوم. ممكن كمان هذا المرض ينتقل من شخص لآخر عن طريق استخدام الأدوات الشخصية، طعام، ملابس، أو حمام، استخدام حمام دون عملية تطهير ولا تنظيف. مضاعفات هذا المرض طبعا بيعمل شلل، وغالبا شلل الأطراف الأقدام. طبعا هو معظم الأطفال حاليا بالطعم، وقليل هذا المرض، نادر جدا أو مفيش تقريبا. زمان كان قبل 40 و50 سنة في كتير ناس عندهم شلل أطفال رجل أو رجلتين، تلاقيه ماشي على كروسة أو مركب له جهاز بيساعده في المشي أو على عكاز. إذا حدث شلل في عضلات التنفس ممكن تؤدي إلى الوفاة. إيش العلاج؟ مفيش علاج ناجع للمرض، يعني العلاج بيكون تأهيلي، يعني كيف المريض يتكيف مع الإصابة. ممكن تركب له جهاز مساعد في المشي أو في الوقوف، أو ممكن يعني يصرفوا له يعني عرباية أو ويل تشير أو على الكهرباء هالأيام. الوقاية والتطعيم الأطفال في الأشهر الأولى من الميلاد، اللي هو لازم يروح على المستوصف ويطعم الطفل، هيك بكون عم يعني إن شاء الله طعم. التهاب السحايا أو الحمى الشوكية، الحمى الشوكية اللي هو بنسمعه كتير إحنا، اللي هو بالإنجليزي المنينجايتس، اللي هو مرض المنينجايتس. التهاب السحايا، إيش هي السحايا؟ هي بتكون الأغشية المغلفة للمخ والحبل الشوكي، هذا بصير فيها التهاب. في عنا 3 أغشية، هي الجافة والحدونة والعنكبوتية، هي بايا وديورا عند مطر صبر أكنويد. بيبدأ الالتهاب بالسوائل المحيطة بالمخ
الحبل الشوكي، بتعرف في السائل النخاعي اللي هو هذا بلف حوالين المخ والحبل الشوكي، يعني بالتغذية بخفف الضغط وكذا، ممكن يكون السبب فيروسي أو بكتيري. إذا كان يعني الفيروس أقل يعني خطورة، الأكثر اللي هو البكتيري. ممكن كمان مسببات أخرى لا يتعرض الشخص لجروح مباشرة، مثلا حادث، سرطان، بعض الأدوية ممكن تعمل. الأعراض: ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع مفاجئ، صداع شديد، تشنج أو تيبس في الرقبة، تلاقي العيان طفل لو تنهيت رجله رقبته كمان ممكن يصير عند الطفل تشنجات من السخونة، غثايان وتقيؤ، عدم ارتياح، الطفل بيصيح مش مبسوط، حساسية للضوء واضطراب الحالة النفسية، لو ضويت هيك في الغرفة بتضايق بصير يصرخ، نفسيا بكون تعبان أكثر. التهاب السحايا كيف طريقة العدوى؟ من خلال الجهاز التنفسي، الرذاذ، السعال، القبلات، استخدام حمام شخص مصاب، تغيير الحفاضات لطفل مصاب دون غسل الأيدي. طرق التشخيص: أخذ عينة من السائل النخاعي. السائل النخاعي زي ما قلنا هو السائل اللي بلف حوالين الدماغ والنخاع الشوكي. هذا السائل النخاعي من صفاته اللي بيكون شفاف، يعني ليس له لا لون ولا طعم ولا رائحة، كلير زي المية. لما يصير فيه التهاب خاصة بكتيري بتلاقي بصير لونه شائب عكر مش صافي مش زي المية، يعني ممكن يتلوث يتغير لونه عكر يصير على بياض شوية. لو كانت الخلايا كتير ملتهبة ممكن يعني يصير لونه زي عصير الكرفوت، نعمل العصير العادي. طيب من وين بناخد السائل هذا؟ كيف العينة؟ ناخد من الفقرات السفلى اللي هي القطنية، منطقة الخصر. الطبيب بيجي للطفل بيعقم المكان وبدخل نيدل إبرة بين الفقرتين، طبعا بعناية شديدة، فمن حد ما يدخل في السبيس في الحيز أو التجويف فبيطلع السائل النخاع، بيطلع برا، زي ما تقول حاجة بدك تحط فيها منفوخة وتحط فيها إبرة بتطلع الدم، يعني زي ما ناخد الوريد بيطلع الدم برا، أنا بيطلع السائل برا. طبعا احنا هذا الاجراء لازم نعمل تحت تعقيم كامل، ونحط السائل النخاعي على طول، بيكون الطبيب والمجهزين انبوبه شفافه معقمه بياخدوا حوالي 2 سم بعتوه على المختبر. طبعا ببين نتيجه المختبر ترتفع خلايا السلز اللي هي البكتيريا بتكون عاليه جدا، وفي الوضع الطبيعي بيكون زيرو او زيرو لخمسه، لكن ترتفع الخلايا الصديديه وهذا وهذا العام بتشخص. ومن شكل مبين كمان طريقة اندفاعه، لو كان هيك نشب هيك سريع يكون هذا برضه فيه ضغط وكذا. هذا الفحص المختبري اللي هو بيأكد لنا التشخيص، كمان بالإضافة للفحص السريري بنشوف حالة الطفل، درجة الحرارة، إذا النفوخ تبعه لسه مش مسكر بتلاقيه منتفخ، الهيستوري، بعض الفحوصات الرفلكسز للرجل وللرقبة، بناخد عينة دم نشوف فيه ارتفاع خلايا الدم البيضاء. العلاج طبعا عزل المريض لكي لا ينتشر المرض. المريض في المستشفى لازم ينام المستشفى، اللي في كل قسم في المستشفى في أقسام الأطفال بتلاقي عندنا غرفة عزل، ودائما بحطوا فيها حالات المنينجايتس أو الحمى الشوكية. وكمان الغرفة لازم يعني نحط الستائر ونخفف الإضاءة عشان بتعمل إزعاج الطفل وبتهيج الطفل أكثر. كمان إذا كان التهاب بكتيري ممكن نعطي المرأة الأم أو المرافق دواء برضه للمخالطين لمنع العدوى. الحالة هذه ممكن يعطي المريض أكثر من نوع معين من المضاد الحيوي، بيعطوا محاليل يعني بحسبة معينة، بيعطوا مخفضات للحرارة، كمان لو صار عند المريض تشنجات بيعطوا أدوية ضد التشنج طبعا، والراحة التامة في السرير ومتابعة درجة الحرارة ودرجة الأكل والرضاعة إذا كان برضع.
المرض الجزء الأخير من هذا الجزء له حصف أو القوبة الإمبتايكو، اللي بيطلع حبوب حوالين، يعني عبارة عن مرض التهابي يصيب تقرحات وغالبا ما تظهر حول الفم، وهي مرض بكتيري يصيب الأطفال والمراهقين وأكثر في المناطق الحارة والرطبة. فترة الحضانة من 4 إلى 10 أيام. ينتقل هذا بالاتصال المباشر، يعني من المفرزات اللي تخرج من تقرحات الشخص أو كذا، واحد حضن وواحد باس وواحد سلم عليه وباقي حكك في وجهه أو شيء. الأعراض بتكون حكة، تقرحات جلدية، مفرزات من التقرحات، يعني في بتلاقي دائما تفرز منها تقرحات. الشكل برضو العام بتلاقيه في مزعج. ممكن الشفاء إذا أعطي المريض المضاد الحيوي المناسب، كمان ممكن يعطوا كريمات، ممكن يعطوا أدوية تخفف الحساسية والحكة اللي هي موجودة. كنا انتهينا من الجزء الأول.